بسم الله الرحمن الرحيم وفي بيتها عن
خلق الإنسان علمه البيان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب العسل والريحان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن